شاخلين عبد الله احمد وزير كدين تي وقافت سومالي لان اوقيبك مدور في ديانك كلها دي حرونت مدحتو يدا ايا سرسمية دبول كوكوك عدي قوان كسو بحي حكومة دا كاسو كو عدن ان الباب بدل اللاب حرونتي كيني سد دين تكاتو ليغا لوغو تلقالي ان لوغو في ديو اي كده هرقيسو امدوكو سيبان كدوات صدون سنو مركي وغورو يسيد ديب لو ربي ان لوفرو تازي او مالمي هو قدن بيسي شعبي قسي وينو هدلايين يسوغونا دانك كالهوستا كحريقين هبا يراتيان ايجرين ناقالي حكومة تكسو كاري دادكي كو حولنا ديبو فريد دا كيني سدن ما انتو تاريخو تهاي سيد حزي بيشي اوغست لابوكوني تضيه طبنك بسم الله الرحمن الرحيم الله ما هدل نبي محمد بن ماموس صلى الله عليه وسلم وصحافات كني وحا ودبا سعودا ارينتا كدالتي كني سد تاسو بلشدينا كو ابورتي مرني اسمان داف حوق بدن تاسو دتك يا دلك من دبا ان دني واهين تاريخ اهان كني سدن وحا غوميستي انغريسكو اي دلكن كتلين جيري او هرغيسا كدستي مدو حد لغا جوغو 70 سنه هدبا حكومه جمهوريه سومااليلاند يدو اوكسون اسلام مركانا كو براروكسن مسؤوليه اي واجباتكا دستوريغا اه ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadiida islaamka iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka shanaad ee distoorka qaranku in aan sinaba loo dhaqan gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shariicada islaamka iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqiyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalku iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqiyada kas uga imanaya shacabkeeda سيدا دراديد حكومة الجمهورية الصومالية وحي هالكن كو عدينيسا كو إن أنا تشرين وحشيسة أو حكومة دولجة شيء عد نبا أو كصعب سنة أرين تكاري صدق لبا إن كان صدق يدا مورن كدالي سي أي أحرن تهاي ونا أحرنان دون تو سيدا أول بيو أحرنايد مدة دي صدق كيس سنة أي ودم بيسي الله ما هذله dhawaaqan xukuumadda ka soo baxay maanta ayaa ku soo beegmayay iyadoo maalmihii laga soo gudbay ay soo tarayeen dhawaaqyada kala duwan ee haldoorkii sidoo kale labeynta bulshada Soomaaliland ay ku diideen in dib loo furo kiniisadaasi waxana go'aankan xukuumaddu qaadatay hadii sidiisa u dhaqan galo oo noqon doona mid si weyn shacbigi walaac xoogan uga qabay ay ugu diirsadaan oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.